هناك ملاحظة مسبوقة. أن الجهاد الوزارة تلعب رئاسة النيابة العامة والكل من رئاسة النيابة العامة. جميع المفروض نون كونسيرني بار لا ديفوت. تحقيق تطلعات المشرع يعني لأسرة مغربية حديثة. الندوة حول موضوع مدونة الأسرة والتعديلات التي اليوم نحن بصدد نقاشها، وكانت الندوة بصراحة ندوة قيمة، نقشت من خلالها مجموعة ديال المعطيات التي تخص مدونة الأسرة والمستجدات التي ينبغي تعديلها على مستوى الاختلالات التي كانت تعتري مدونة الأسرة والتي أبان عنها واقع الممارسة لمدة 20 سنة من مدونة الأسرة اللي خرجت إلى حيز الوجود سنة 2004، وبالتالي نوقشت الاختلالات والتطلعات المشرع المغربي بشأن هذه المدونة والتي هي الرهان اليوم للحفاظ على المصلحة الفضلى للأسرة ككل، وليس لتغليب مصلحة طرف أو فئة معينة على فئة أخرى، لأن الغاية هي حماية المصلحة الفضلى للأسرة المغربية في المقام الأول. أية مدونة للأسرة المغربية، فلا يخفى على لبيب على أن الأسرة المغربية هي نواة المجتمع، وهذا النقاش المجتمعي هو يعتبر بمثابة نقاش صحي، ولا ضير أن يتم هذا النقاش المجتمعي الغزير فقط لتعلق الموضوع بالأسرة. فهناك العديد من التعديلات التي طالت القوانين فقط لتعلق هذا التعديل بالأسرة، فكان هذا النقاش المجتمعي الكبير. بخصوص هذا التعديل فليس هو الأول من نوعه، فهناك العديد من التعديلات التي طالت هذا القانون، فبدءا من مدونة الأحوال الشخصية مرورا إلى مدونة الأسرة. فقط هذا التعديل يجب أن ينسجم والتطلعات التي يسعى إليها المغرب مستقبلا، وأن القانون كجميع مدونة الأسرة كجميع فروع القانون كذلك تحتاج إلى تعديل لتواكب العصر وتستجيب لمعايير الجودة والفعالية وكذا الاتفاقيات الدولية مراعاة الثوابت التي منصوص عليها في دستور المغرب لسنة 2011. التعديل المدونة التي تهدف بالأخص على نواة على أن تكون هناك أسرة مستقلة، أسرة هادفة إلى إنتاج أجيال مستقبلية تحمي الأطراف سواء بالنسبة المرأة أو بالنسبة للرجل، وأن تكون وأن باعتبار أن هذه الأسرة هي نواة المجتمع، بحيث أن يجب الإعادة في صياغة بعض القوانين سواء كانت بالأخص على الولاية، أن المرأة أن تكون لها الولاية على الرجل في إكمال دراسة لأبنائها أو إلى آخره من بعض الحقوق التي يجب أن تكون على الأبناء. وكذلك كنشكر جميع الطلبة وكنشكر الأساتذة وكنشكر الدكاترة على إعطائنا هذه الندوة والمقترحات التي استفدنا بها كثير.